وكانت مملكة البحرين قد شهدت منذ ساعات الصباح الأولى طقسا متقلبا، حيث هطلت أمطار رعدية غزيرة. وكانت تقارير الأرصاد الجوية قد توقعت عودة حالة عدم الاستقرار الجوي، وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في المملكة سيكون غير مستقر مع هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، ثم يتحول الطقس إلى غائم جزئي وتكون الرياح الشمالية بوجه عام. هذا وأكد مصدر مسؤول في إدارة الأرصاد الجوية أن أعلى نسبة أمطار شهدتها البحرين كانت على جسر الملك فهد، حيث بلغت كمية الأمطار 53 مليمترا، فيما بلغت نسبة الأمطار في حلبة البحرين الدولية 34 مليمترا.